تسجيلات حرز الله هي الأفضل. يا شباب أعطيني أعطيني بس أعطيني مجال يا عمري بس أنزل لهون رسوك عليكم الله والنبي ومحمد اللي بيحب النبي يرجع لورا افتح 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 أجوع عليك والله أجوع عليك والله اللي بيحب العريس يعطيني كف اللي بيحب العريس يعطيني كف أجوع عليك والله فاف اللي بيحب اللي بيحب أبو غرة يقول أوب أنا مثل الرعد الله دواني ولكن بلسم جروحي يا أبو الوليد ديواني أي البلد القديم والقدس يا زين الديواني وفيكم بفتخر عالم طياب من أحلى بمهران الجعب يا حبيب قلبي ببارك لآل جابر وعرسنا الغالي اللي بحب ابو فراس يقول اوه قال يا ابو فراس جمع احبابك والمهم ونقي خير ترجالك يا كبير دار جابر والمهم والله ساعتها اعجب عليهم لك والمهم اذا ما بيضوا جناح الغراب أبو كايد وأبناء المرحوم أبو كايد كبير دار جابر أبو يا عيني طب يا عمي يا شباب يعني أبو جواد أبو شادي يا عمي اسمعوني يا شباب يعني الكبار هذول أنت كلكم كبار أقسم بالله كلكم كبار يعني بيستاهلوش نوسع الساحة شوي لورا يا ابو شادي الك همي علي ومدحكم يا دار جابر يا ابو الامين والله واجب علي انا لفيت الدنيا يا دار جابر لي علي مثلكم ما شفت عالم طياب قولوا معي ضرب والريح تصيح تسلم يا حامد دار واللي ما تهز الريح دوقهم طعم النار ضرب والريح تصيح تسلم يا حامد دار واللي ما تهز الريح دوقهم طعم هي هي ضرب والريح تصيح جينا يا حامد دار واللي ما تهز الريح دوقهم صب لبن واحلى كل التحيه ودار ابو صبيح ولاد الحج ماجد احلى هطله غالي ابو شادي مرت سنين وانا وحدي ماشي
وحدي غيرك اسكنها، وحدي غيرك اسكنها.
عيوني مشتاق لك، مشتاق تكمل لك يوم بكره وكل يوم، كل لحظه بعمري لك، كل لحظه بعمري لك. عيوني